فاطمة الخماري ممثلة مغربية، شاركت في عدة أعمال مغربية، منا يعني ما هو تلفزيوني ومنا ما هو سينمائي. سلامة أبو البنات كانت آخر عمل شاركت فيه في رمضان اللي داز، كانت تجربة جميلة جدا، دور جديد عليا. كنوجه تحية من هذا المنبر للأستاذ هشام جباري اللي اقترح علي الدور، واللي طبعا كان واحد نقلة نوعية كنعتبرها في المسيرة الفنية ديالي. ما تنساش لأن قساوة يعني العنف النفسي هو أخطر بكثير من 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 العنف كما كيقولوا المادي أو عنف الضرب، أو إن كان هما كاملين كيتعتبروا عنف وجريمة، ولكن العنف النفسي خطير جدا، انعكاسات ديالو كتكون على الأطفال، على المجتمع، على الجميع. كنت كنتمنى ولكن للأسف الدور ما كانش في الجزء الرابع. هذا الشيء اللي وصلني أنا، ما عارفاش، ولكن أعتقد أن هذا الدور ما كانش في الجزء الرابع. في الحقيقة هذا السؤال خصو يتطرح عليهم هما، على المسؤولين، لأن الممثل هو كيقدم أعماله ومن بعد كيخصها تجيه العروض، يعني كتبقى مسألة شوية ديال الاجتهاد من الممثل أنه يقلب، وكثير من المسؤوليات تجاه يعني الاخرين. دابا كنشوفوا ان مثلا معظم الاعمال فيها نفس الجروب، نفس المجموعه، وكنتمنوا على انهم مثلا على انهم ينفتحوا على الممثلين كاملين. كانت في الحقيقة عدة أعمال، أهمها مع الأستاذ علي طاهري، مرحبا بصحابي، في جوج ديال الأجزاء على القناة الأولى. كاينة أيضا أفلام تلفزيونية، منها البهلوان ديال الأستاذ شريف محمد شريف طريباق، أشياء يعني أشياء كثيرة. الفن والفن ثم الفن، دائما في المجال الثقافي، دائما في نفس الدائرة، دائما. أنا حاليا كنكتب سيناريو، ديجا عملت سيناريو ديال فيلم تلفزيوني وسيناريو مسلسل، إن شاء الله إلا كتب له الظهور غادي يشوفوا الجمهور. حصرية كاع واحد كوميدي، فيلم تلفزيوني كوميدي، والفيلم والمسلسل اجتماعي. في الحقيقة أنا كنلقى راسي بزاف في الفن، يعني بالمشارب ديالو كاملة، كاين يعني إن كان ديكور، إن كان موسيقى، إن كان يعني هكذا. في الحقيقة احنا في واحد العصر مختلف، ودخول المؤثرين لمجال التمثيل أنا ماشي ضد، في الحقيقة أنا ضد اللي ما عندهم شي واحد نسبة الموهبة، أو ما عندهمش واحد الكاريزما للتمثيل، لأن في النهاية التمثيل ممكن يتعلموه، ممكن يعملوا دورات تكوينية، ممكن يطوروا من نفسهم، ماشي عيب. يعني ماشي كل شيء غادي يقرا تمثيل، لأن حنايا في المغرب مثلا عندنا معهد واحد رئيسي وشي جوج ولا ثلاثة هكذا يعني فرعيين، ما غيمكنش 40 مليون يدخلوا يقراوا تمثيل إلا كان عندهم. هذا مشكل، لأن حنا مثلا في المناطق ديال المغرب ما كايناش المعهد ديال المسرح، نقولوا حنا مثلا في وجدة وفي في في الدخلة، وفي كاينة في الرباط، خرجوا لنا واحد مجموعة الناس، بالتالي ماشي هما اللي غيبقاو يمثلوا دائما، لابد تعطى الفرص ناس اخرين عندهم موهبه، كيعملوا مسرح، كياخذوا دبلومات مثلا من الدورات التكوينيه. فانا ماشي ضد المؤثرين يدخلوا، انا ضد المؤثرين اللي ماشي مؤثرين في مجال التمثيل، يعني اللي ما كيعرفوش يمثلوا او اللي ما كيعرفوش يشدوا الكاميرا نحو يعني للمشاهد. السنه الجديده انا ككل الناس كنتمنى السلام، سلم السلام لبلادنا اولا، وكنتمنى ربي يرفع علينا هذا الوباء اللي طلع لنا في الراس واللي عيشنا الاكتئاب. ايضا على مستوى الشخصي كنتمنى يعني حياة جديدة ليلي، لان سنة 2021 ختمتها بألم وبقسوة. كنتمنى ان السنة الجديدة ان شاء الله يكون فاتحة خير. لا، ما نبغيش المشاهدين يتألموا، انا بالعكس انا نبغي الظهور ديالي يكون فرح بالنسبه للمشاهدين، ونحتفظ بالألم النفسي
هذا ما كان. جمهور فبراير هو جمهور عريض وكيقدم محتوى جميل وكيتابع الفنانين وكيتابع يعني الأشياء المهمة. كنقول له سنة سعيدة وكنتمنى لكم التوفيق من هذا المنبر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.